حلوين. هلو، انا ميرفي، للي ما دخلش وشاف قناه بتاعتي دي، التشانل بتاعتي، واللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك. والنهارده خرجنا مع اصحابي نحتفل بالفالنتاين، وهوريكم احنا هنتعشى ايه بعد ما يحطوا العشاء كله. طبعا يلا مع اصحابي. جيجي هلو 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 هلو، ازيكم يا حلوين؟ هابي فالنتاين دي حبيبتي، هابي فالنتاين دي حبيبتي. يلا يويو، هلو يويو. لا انا مش قادره اقاوم. هلو هابي فالنتاين، عامله ايه؟ وانتي كمان مريومه. يا جماعه احنا لسه الفالنتاين اللي ما ينفعش. عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله كويس. انا كويس الحمد لله. والنهارده خرجنا مع اصحابي نحتفل بالفالنتاين، وحواليكم احنا هنتعشى ايه بعد ما يحطوا العشاء كله. طبعا يلا مع اصحابي. جيجي هلو 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 هلو، ازيكم يا حبيبي؟ هابي فالنتاين. انا بطلع الاكل بس. انا عايزاها يتلف علينا. يويو ايه؟ اه خلصنا الاكل، احنا نسفنا الاكل. مش خلصنا الاكل ده، ما بقاش فيه اكل. نشرب دي. طيب اشرب الطحينه دي. يا نهار اسود، بقاش غير الطحينه. طب يعني انتوا سبتوا تاني اوريكم نتيجه النظافه اللي عملناها. اغسل ايدينا لايف. هيجي معاكي سوي. نفس الصراحه احنا ناس اكلنا قليل وعاملين دايت، ولسه دايت قوي عشان لسه جايين لسه مخلصين كلاس. اوكي، وناس شيشي كده ما بتحبش الجوس قلبي. الموضوع ده احنا ما قربناش ناحيه العيش. اكلت ورا دي. احنا عاملين دايت. لا اكلت. لا بس ليه انت مصدقه اللي انت بتقوليه؟ لا يويو. لا يويو المصري، الخبز المصري بتاعنا. ايدك هوريكم بقى الكواليس واحنا بنعمل الاكل، ونعمل انترفيو مع الحلوين اللي عملوا لنا الاكل الجميل ده. ولسه ما حطوش كل الاكل على فكره، احنا شكلنا هنفترس النهارده. ما خلصتيش؟ هنكمل مع بعض. بقى اسم المطعم. اه طبعا هعمل فيديو كله عنه. اه بس عايزه اتكلم مع الناس اللي جوه كمان. مع الكلام بقى اتكلم مع الكل. الاكل شكله تحفه تحفه تحفه، وريحته تحفه. يا جماعه بصوا، انا النهارده اول مره تاكلي ده، اكل لحوم بعد غيبه. صحيح ده. ها رجعنا تاني اوريكم نتيجه المذبحه اللي احنا عملناها. يعني ملناش نفس الصراحه، احنا ناس اكلنا قليل وعاملين دايت وملناش نفس خالص للاكل. اوكي، وناس رقيقه كده ما بتحبش تدوس في الاكل جامد. ف الموضوع ده فيه كام كيلو يا بنات؟ لا جيجي انت مصدقه اللي انت بتقولي؟ يويو يويو كانت فيجيتيريان، كانت نباتيه، والنهارده ضعفت قدام المائده اللي كانت موجوده دي وقررت تاكل اكل عادي. لسه ما خلصناش، انا لازم اعمل انترفيو مع الجندي المجهول اللي عمل الاكل الجميل ده، وحقهم عليا ان انا يعني اعلن عن اسم المطعم الفظيع الجميل جدا. هسيبهم هم يعلنوا، انا اول مره اكل فيه بصراحه، بس انا هسيبهم يعلنوا عن المكان. المكان هو ده اسم المطعم، تمام؟ الشيخ زايد في القاهرة. فاصل كده قصير، وان شاء الله هرجع تاني اتكلم مع الناس القائمين على الاكل الجميل اللي احنا قمنا بيه ده كله. جماعة عدنا تاني، لازم نتعرف على الجندي المجهول اللي عمل لنا الاكل الواو الفظيع ده. عايزة اقول لك، عايزة احييك، الاكل تحفة تحفة بجد، والله العظيم يجنن. اسمك ايه؟ اشتغل بقالك قد ايه في المجال ده؟ بقالي 30 سنه. ما شاء الله، انت شكلك صغير اصلا، بس ربنا يديك الصحه. ربنا يخليك. طب ادي بقى نصيحه بقى للفولورز اللي عندي، ايه بقى التكايه اللي بتخلي الاكل اكنه يعني معمول بره؟ النفس. يعني مش فاهمه، انت مش عايز تقول السر؟ لا، هو الخلطه بس اللي هي التتبيله. صح، اللي هي التتبيله. تمام. تمام، بس تحفه. ما شاء الله. يعني بصوا يا جماعه، بصوا
الفراخ تكه. فراخ تكه اه تمام، اللي هي مخليه صح؟ تمام. ده كباب. تمام. دي كفته عالميه، كفته فظيعه ما شاء الله. الطرب يعني كان محكوم حكمه فظيعه. جميل. يعني على فكره مش اي حد بيعرف يعمل الطرب كده. تمام. هو الطرب بيبقى صعب بس في اللفه بتاعته وفي التتبيله بتاعته. انت درس الكلام ده اصلا؟ تمام. درسه ايوه. سياحه وفنادق كده؟ لا مش سياحه وفنادق بس يعني تعليم والدي. لا ده ده ده, ده بالدنيا ده، هو ده المدرسه اصلا يعني، هو الحاجات دي بتيجي بممارسه اكتر. يا جماعه الاكل فعلا تحفه يعني، فعلا انا عايزه اقول لكم ان قدام الاكل انهارت كل انظمه الدايت. وعايزه كمان اتعرف على المسؤول. معلش عرف نفسك. مروان. معاكي مروان. اهلا يا مروان، اتشرفت بيك. الاكل كان عظيم فظيع والسيرفيس هايل بجد ما حصلش، كلكم ذوق. مروان معلش انا فضوليه شويه، انت خريج ايه؟ انا خريج اعلام. اعلام والمطعم؟ طيب اعلام، واحنا في مطعم السبكي ده كبابجي، ايه علاقه الاعلام بالاكل؟ هي مش فكره اكل، هي فكره ممكن نقول ان هي تجاره اكتر من هي اكل، ان هو بيزنس. اي بيزنس بيكون تجاره، انك تعرف تقوم بيزنس بتاعك او تقوم المحل بتاعك او المشروع بتاعك او ايا كان. دي حاجه، دي دراسه، والمهنه نفسها دراسه. في مهنه وفي تسويق، دي حاجه ودي حاجه. انا قررت ان اسوق حاجتي لنفسي، انا قررت ان اتاجر بحاجه ما حدش يعني ايه اتميز بيها يعني. وانا انا باشا الا مش فكره خارج الصندوق، في ناس كتير فكروا في الموضوع ده يعني، لكن انا فكرت بطريقه تانية، ان انا ان انا اتاجر بالحاجه دي، او ان انا اعرف ان انا اقدم الحاجه دي بشكل كويس وبشكل حلو، فجالي الفرصه يعني مش اكتر. بتحب اللي انت بتعمله؟ اه طبعا لازم لازم، لو انا ما حبيتهوش غيري مش هيحبه. اللي انا الحاجه اللي انا اقدمها ما حدش هيحبها. عشان كده ما شاء الله المكان ناجح. ربنا يخليك. المكان بقاله قد ايه مروان؟ بقاله قد ايه؟ انا هنا بقالي قد ايه؟ هنا بقالي سنه. سنه. والمكان سنه، المكان نفسه بقاله سنه معاك؟ تمام. طيب انا عايزك برضو تدينا فكره عن المكان، اسمه وعنوانه والاوفرز اللي ممكن تعملها. تمام. هنا هنا المحل ده كبابجي السبكي، ده فرع لفرع الحومي السبكي، لكن الناس كلها عارفاه اللي في شارع التحرير. ده فيه هنا الجزاره والكبابجي الاثنين لازقين في بعض. ده الفرع الثاني لفرع شارع التحرير بتاع الحومي السبكي، واللحوم طبعا كلنا عارفينها، اللحم كله بلدي، كل حاجتنا بلدي، الكبده، الكفته، الكباب، الريش، كل اللحوم بلدي، السجق، كل الحاجات دي. نتمنى ان الناس كتير تدوق اكلنا وتدوقنا. هنا مكاننا في الشيخ زايد، احب الناس كتير تدوق الاكل ده، واحب اخد راي الناس. وفي اوفرز طبعا عندنا كتير وعندنا احسن اسعار. هل في امكانيه انك تبعت لحد عامل عزومه او حفل؟ اه طبعا، اه طبعا جاهزين لاي عزومات ولاي حفلات في اي وقت. طيب ممكن تقول اللينك او رقم تليفونك لحد؟ هو البيج، ممكن تخشوا على البيج اسمها كبابجي السبكي على الفيسبوك انستغرام، كبابجي السبكي، فيها المكان بتاعنا اللوكيشن بالرقم، ارقام التليفونات، بالمنيو، بالعروض، بكل حاجه. ممكن حفله، فرح، في اي حاجه، او افراح، خطوبه، عزومات، اي حاجه. في نطلع، ممكن نطلع في المكان، ممكن نطلع عزومه في المكان. ممكن لو بلغنا قبلها بيوم مثلا. طب حلو جدا. حتى لو قبلها بيوم انا بكون في اي وقت. في قاعات عندك مثلا؟ في قاعات موجوده هنا في المكان؟ انا قريب، انا هنا ان شاء الله بجهز قاعتي. انا حاليا كنت ديليفري وتيك اواي بس في المكان هنا، اول ما اشوف الاول الدنيا تمشي معايا ازاي، بس الحمد لله تمام. ما بالظبط بقاش، ما كانش فيه فرصه ان انا اعمل قاعه، بس حاليا انا قاعتي تحت التجهيز، ان شاء الله في خلال شهرين تكون جاهزه. بس كلام جميل. اوكي. انا ربنا يوفقك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. مبسوطه جدا بمعرفتك، مبسوطه بنموذج جميل من النماذج اللي الواحد حابب يشوفها دايما في كل مكان. وعلى فكره انت الكاميرا بتحب وشك، انت بقى مالك بقى؟ كان مكسوف يا جماعه مش عايز يصور، شفتوا بقى؟ مع انه على فكره هو بيقول لي اعلام بس. اللهم بارك، ربنا يوفقك وان شاء الله من نجاح لنجاح. مش عايزين لا استني. طيب بيتكسر. لا عشان انا اه تعبيراتي وتعبيراتي. عسل يا اختي، عسل عسل. والنبي قمر. لا 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 والنبي قمر قمرات. بصوا بقى اللي انا العاقلين دول، معلش انا لازم اقول لكم على اصحابي العاقلين دول، العاقلين دول
انتوا شايفينهم عاقلين صح؟ والله العظيم ما حد يعرف حياتهم الا انا. بس لولا ان احنا متحفزين وبنصورش كلاسز بتاعتنا كنت وريتكم هما بيعملوا ايه في الكلاسز. نفسي والله العظيم يعني كل البنات بصفة عامة كل الأعمار يفكروا فعلا بنفس النهج ده، ان هما يتفاعلوا مع ناس يبقى ليهم كميونيتي يتعاملوا معاه وليهم أصحاب، وكمان يبقى ليهم البرنامج بتاعهم اللي بيخليهم يطلعوا في الطاقة السلبية ويستمدوا الطاقة الإيجابية. يعني موضوع الجيم والكلاسز والخروج والكلام ده كله هو ما هوش جانب ترفيهي، انا شايف ان هو بقى جانب اساسي في الحياه يا جماعه، ان هو عشان نعرف نستمر لازم ناخد بريك، والبريك ده لازم يكون مع ناس بنحبهم، لازم يكون مع ناس بنحبهم، ولازم نعمل شويه اكتيفيتيز كده عشان تحافظ على صحتنا، ومن ناحية تانية تطلع النيجاتيف انرجي اللي احنا بناخدها طول الاسبوع. احنا بنبقى صحيين كويسين جدا جدا وزي الفل وكل حاجة، بس بتنزل من البيت بتتعرض لحاجات كتير قوي من وقت للتاني كده تعمل لك شوية طاقة سلبية، شوية اكتئاب، شوية ضيق، فلازم تاخد بريك عشان تجدد طاقتك مع ناس بتحبهم وتعمل حاجة بتحبها. فانا لسه ما خلصتش الفيديوز بتاعتي، بس هما البنات عاملين فيها بقى ان هما متحفظين مش عايزين مكسوفين بقى والكلام ده كله، بس يروحوا فين؟ انا عمالة اغفلهم. ايوه حضرتك. ايوه فين ده؟ والله لازم زي القمر. بصوا بقى المفاجأة اللي انا عايزة اقولها لكم، ان جيجي صاحبتي دي مروان اللي انا اتكلمت معاه يبقى ابنها، اوكي؟ فدي بقى المفاجاه الجميله قوي، عشان كده احنا تعرفنا على المطعم و مش عايزه تقولي حاجه، مش عايزه قولي. بصي اتكلمي على الكلاسز بتاعتك، ممكن توجهي دعوه للناس اللي قريبين مننا، توجهي مثلا انفيتيشن للناس انهم يحضروا معاكي مثلا كده. طبعا ينورونا يعني كل اللي بيحبوا الزومبا والايكوريوم ميكس دانس ينورونا طبعا. كل اصحاب ميرفي يجوا يجربوا كده معانا، بيبقى كلاس كله هيبره وبنتجنن خالص كده، بنطلع بره المود. انا ديزاينر في الاساس، تربيه فنيه. اه شفتي يا جماعه احنا مش بنقف عند مجال واحد، احنا بنعمل حاجات كتير. عامل ايه يا مصطفى؟ ايه الاخبار؟ انت بتصوري؟ ايوه ايوه لا ايه ايه انا ماليش دعوه، انا مش دعوه، انا كلت اصلا مش قادره. لازم ميه نار حضرتك. الناس المجتهدين يا صاحبتي مريم، لو سمحتي ممكن استاذنك؟ معلش انا عارفه ان الاضواء يعني حواليكي في كل حاجه، معلش سامحيني. اولا يا جماعه جيل غير الجيل خالص، مريم الصغنطوطه بتاعتنا اخر العنقود بتاعنا. عندك كام سنه يا مريومه؟ 20. يا خلصي. في جاب بينا وبين بعض كبيره، بس انا مش حساها ولا هي حساها. كلنا ما شاء الله يعني مجانين وتلمينا على بعض. كل الاعمار. بتدرسي ايه يا حبيبتي؟ اعلام. طب ومكسوفه ليه لما انت اعلام حضرتك؟ انا مش متعوده، ما بحبش اظهر في ال ايوه اعلام قدام الجماهير. البرنامج بتاعتك، البروجرام بتاعتك، انت عندك البرنامج الترفيهي، عندك اصحابك، اتكلمي عن يومك بتعدي ازاي. والله يومي ما فيهوش اي حاجه مفيده بصراحه. واصين الفيديو يا شيخه حرام عليك. طب بصي اخشي على جيجي. طيب جيجي العقل الواعي جدا، قلبي والله العظيم. زين ما اخترتي، زين ما اخترتي حبيبتي. الواحدة في الدنيا. ايوه فعلا حبيبتي. جيجي كلميني عن يومك بيبقى عامل ازاي؟ ليه؟ عندي فضول اعرف. لا هو احلى يوم عندي بيبقى يوم الزومبا بالنسبه لي. ايوه عشان بشوفكوا. شفتوا بقى انا بشوفكوا وبنهايبر وبنعمل كل اللي احنا عايزينه. فرهده بس ما شفتنيش بن هايبر. هايبره مش ممكن. لا لا خالص مش متصورين حبيبتي. العقله اللي قدامنا دي مقارنه بنت العقل. انا اكتر كلاس بحبه، اكتر كلاس بحبه اليوم بتاع كنت ده بهجت بجد والله العظيم. مش عشانكم يعني، مش عشان انتوا قدامي، لا يعني الحقيقه مش عشان هو تكوني فاهماني صح قدامي يعني، بس بجد والله اكتر يوم
واكتر جيم برتاح فيه معاكي اكتر من اي جيم تاني بجد. انت بتصوري ايه؟ بتصوري لا بصوا بقى بصوا بقى بصوا بقى بصوا بقى ناسي حلوين بقى. انا عايزه اقول لكم حاجه، والله بحبه جدا جدا جدا. انا مش معترفه بحاجه اسمها فالنتاين من الاصل، عشان عشان الفالنتاين ده ليه يوم في السنه. انا بالفعل طول السنه بموت فيكم، انتوا ما تبصوا لي انا بتكلم كلام عاطفي على فكره. يا جماعه تتاثرتوا باللي كلتوه، تتاثرتوا باللي انتوا كلتوه. الفالنتاين مش شفتي بقى، لا اللي هو الفالنتاين يا جماعه مش يوم فعلا، هو احساس موجود على طول. انا ماليش علاقه بالفالنتاين خالص، بس حابه اقول لاصحابي كلهم اللي موجودين دلوقتي بموت فيكم جدا 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 جدا، بحبكم قوي قوي بجد، وفعلا بيبقى وقت هايل وانا معاكم فيه. والفولورز بقى اللي موجودين كلهم ايجيبشنز او نون ايجيبشنز، اي لاف يو اول سو ماتش و هاف ا جريت لايف فور اول اوف يو، وبحبكم جدا جدا. واللي مش متابعيني يعملوا لي سبسكرايب، واللي متابعيني يعملوا لي لايك، ويعملوا لي طبعا كومنتس حلوه كده. اي لاف يو سو ماتش، يلا ليلكم سعيده، باي 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 باي. ما هي كده كده خربانه النهارده، يبقى بالمره بقى نعدي على السينابون، نعدي على السينابون في اكسبشن. الدونتس اهو السينابون. استنى ايه هيكل طبعا، هي جريمه النهارده، هي كلها جريمه اكل النهارده. انت لفيت السينابون خلاص، لفيته خلاص السينابون. ما تف معلش معلش انا اسفه. اكسبشن يا جماعه، اكسبشن. دونتس which is wow. على فكره مش غالي خالص، ب 15 جنيه بس القطعه. يلا ختامها سينابون يا جماعه، انجوي. ميرسي ميرسي، تعبتك معلش. ميرسي. درجة ايس كريم، مش هناكل ايس كريم، احنا اكلنا حاجات كتير قوي، كفايه كده. بس اكيد هنشرب حاجه، هنطلب ايه؟ كابتشينو او بندق صح؟ لا انا عايز كابتشينو. ماشي كابتشينو، اتنين كابتشينو. بصوا يعني كده كده كتير اللخبطه، كده كتير قوي، بس هو يوم وخلص، احتفلنا واتبسطنا، وبكره بقى نرجع للمألوف تاني والاكل الهيلثي تاني. وانا مش ندمانه عشان انا كنت مبسوطه. انا جايبه ايات، مش جايبه نفسي وانا عماله اكل ولو. خلص اليوم الحمد لله على خير، اتبسطنا وخرجنا وشفنا اصحابنا وعملنا كلاس في اكتيفيتيز حلوه قوي، واكلنا حاجه حلوه، بوظنا الدية واكلنا حاجات كتير قوي، اتبسطنا جدا جدا جدا. على وعدي مع اي حد يتفرج على الفيديوز بتاعتي، مع اي حد يعمل لي كومنت على الفيديو بتاع النهارده اللي انا بنزله النهارده، ان انا هدخل اعمل له مشاهده كامله. وبليز اللي ما عملش سبسكرايب هستنى يعمل لي سبسكرايب، والناس للناس، وكلنا بندعم بعض وكلنا بننجح ببعض. كل حد هيدخل يعمل لي كومنت النهارده، طبعا بعد ما يعمل لي لايك ويعمل لي سبسكرايب، هدخل اشوف له فيديو كامل. ولو حد حابب ينزل لينك معين اتفرج عليه، اي تفضل with pleasure، انا هشوفه ان شاء الله كامل، وده وعد مني. ليلكم سعيده كلكم، وان شاء الله دايما مع بعض في الخير.